شهدت دول العالم في نهاية عام 2019 تحدياً كبيراً واختباراً حقيقياً بسبب جائحة كوفيد-19 التي وضعت الحكومات على المحك، وتساءل الجميع من سيتجاوز هذه المحنة. ورغم تلك العاصفة التي مرت بها دول العالم، فإن دولة الإمارات أثبتت احترافية في تعاملها مع هذه الجائحة، حيث دعمت وساندت وشدت جميع الأجهزة والجهات الحكومية وغير الحكومية ليبرز المجهود الوطني المثمر في إدارة الجائحة بفاعلية وخلق طريق يؤدي إلى بر الأمل لينعم مجتمع دولة الإمارات باستقرار وسلام. وبمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، قالت سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنه على الرغم من جائحة كوفيد-19 التي عصفت بدولة العالم، فإن دولة الإمارات أثبتت احترافية في تعاملها مع هذا الخطر الداهم من خلال استراتيجية واضحة ومعايير عالمية، ما جعلها تدير الأزمة وتصل إلى العديد من المنجزات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة. كما أكد سعادته أن دولة الإمارات وعلى مدى 9 أشهر من جائحة كوفيد-19 أصبحت نموذجا عالميا فاعلا في التعامل مع الجائحة بفضل الحوكمة السليمة ومنهجية الاستشراف والاستباقية في إدارتها. وأكد أيضا أننا سبقون في صنع القرارات بفضل استراتيجياتنا الواضحة ومرتكزاتها المعتمدة على التواصل والتنسيق من دون وجود مكان للمنابذة أو المنافرة، ووجهة القيادة الرشيدة بوضع أهداف واضحة وأولويات مدروسة سعيا لكبح جماح المخاطر وتداعياتها. ولم يقتصر الدور على الحكومة وأجهزتها فقط، بل كان مجتمع دولة الإمارات ولا يزال واعيا بكيفية التعامل مع الأزمة، وذلك بفضل التوعية المستمرة والدائمة والخطوات الاستباقية.